ما تنسوش تكتبوا حلمكم في التعليقات واستنوا مني تفسير. كنت متزوجة وعندي مشاكل مع زوجي وفي بيننا محاكم، حلمت اني لابسة في ايدي الشمال دبلتين فوق بعض فضة، وكنت بكلم اختي واخويا وجوزي، كان بعت لي رسائل على النت بيترجاني انه عايز يشوفني، وانا خايفة اقول لحد او مش عاوز اقول لحد، وقلت لاخويا، قال لي مش انت كنتي عامله له حظر، مع العلم اني فعلا عامله له حظر وكنت متضايقه منه قبل ما انام وبفكر في الموضوع. يا ريت تقولي لي تفسير الحلم ايه. حبيبتي زوجك هيسعى ان شاء الله باذن الله للصلح ما بينكم، والدبلتين الفضه، والفضه هنا فض متاعب في حياتك انت بتمر بيها، انت فعلا هتكوني قلقانه ومتردده، لكن حابه الرجوع وهتاخدي براي اخواتك، والله اعلى واعلم. السلام عليكم، لو سمحتي، حلمت ان جوزي جاب لي بيضتين كبار ولونهم ابيض، وقال لي واحده ليكي وواحده ليا، وانا عايز بتاعتي مقلي، فانا قلت هكسرها في المقلايه على طول، فلما كسرتها لقيت في قلبها 3 صفار، فانا استغربت وقلت ازاي، اللي اعرفه انه ممكن يكون فيه 2 لكن 3 دي غريبه قوي، انا متجوزه ومعايا بنت وحامل، ارجوكي لو سمحتي فسري لي. حبيبتي من الواضح ان الرؤيه فعلا فيها بشاره ليكي بحمل ما شاء الله تبارك الله، اما البيض هنا فهي البويضه، كسرتيها لقيتي 3 صفار، فالله اعلى واعلم، انت حامل في توام، والتوام هنا بنوتين، وانت عندك بنوته، يبقى كده 3 بنات ما شاء الله تبارك الله، والله اعلى واعلم. حلمت بخفاش بيطير وانا واقفه في البلكونه مع امي وخالي، والخفاش ده قرب عليا، فانا بعدت وخفت شويه، فاما شافني خايفه رمى شنطه من ايده صغيره كان فيها لعب اطفال اولاد عربيات حيوانات صغيره، فقلت لخاله اعمل ايه لو الخفاش ده جه تاني، قال لي ما تخافيش رشي على ايدك ميه، فخدت الشنطه وقلت ده رزق ابني واديتهم له، جه نفس الخفاش مره تانيه، ولكن المره دي مسك صباعي السبابه وساب في ايدي شنطه مليانه العاب بنات وتوك وخواتم كلهم لونهم بينك، كانت على ايدي بيبي صغيره كانت لابسه بينك، فقلت ده رزقها يمكن اكتر شويه من المره الاولانيه، بس مفيش مشكله. حبيبتي تفسير حلمك هو ان الخفاش والشنطه الاولى بشاير حملك الاولى والالعاب والعربيات دي كانت رزق ابنك الولد اللي معاكي دلوقتي، وهي مرحله حملك الاولى وتمام امورك، وان رزق ابنك كان واسع ما شاء الله تبارك الله. اما المرحله الثانيه والالعاب والتوك اللي كلهم لونهم بينك، فهنا ما شاء الله تبارك الله اشاره حملك ببنوته، وان رزقها اوسع من رزق الولد، او رزقها واسع ما شاء الله تبارك الله، وواضح تغيير ودنيا جديده وتيسير في الولاده، ورزق واسع وخير قادم ليكي باذن الله، والله اعلى واعلم. السلام عليكم.